فعلا نحتاج نحتاج بزاف ديال للمزيد الوقت. للمزيد للمزيد من التوعية. من التوعية نعم، والوقاية أيضا، وقاية أنفسنا ووقاية وتعالى. أنا الآخرين. كنشكرك في هذا البرنامج، نتمنى على الله لي زوديتور إن شاء المستمعين الله. يكونوا كثار باش يفهموا بأن راه غير واحد الجهد سهل راه غنقدروا نتفاداو هذا البلاء. لحقاش انا ما تهمنيش دابا نكون مزيانه، نكون مجموعه مع الوالده ديالي ولا مع خوتي، داك الشيء انا تهمني الوالده ديالي اللي تبقى حيه. لحقاش فاتت عام عامين 6 سنين هذا الوباء غادي نلقاو ليه الحل، ولكن في هذا الوقت غادي نصبروا، خصنا نصبروا شويه، خصنا نتحداو ديك ثقافه انا وديك الشيء اللي باغي ندير انا، وما خصنيش نحرم راسي وتنولي معدي على وحدين اخرين وتنولي مألم. فعلا لحقاش ملي غادي نفقد شي واحد عزيز راه ألم كبير، وداك اللي تنفقدو راه ما تيتنساش. كنتمنى فعلا ان الكلام يتسمع، يلقى اذان صاغيه، ونزيدوا اننا نكثفوا جهودنا في مجال التوعيه، وارتفع المنسوب ديال التوعيه ديالنا في المجتمع ديالنا. شكرا. وتتعجبني واحد الاشهار دايرينه في الزنقه، تيقول لك الكوفيد باقي تيغدر. نعم. الكوفيد باقي تيغدر ورا تيغدر. نعم. هاد الكلمه اللي بغيت نسالي بها هاد الحوار معك لاله خديجه، راه تيغدر وتنقولوا راه حنا تفادينا، ولكن راه تيغدر، خصنا المزيد 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 من الحراسه.